السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. منكم الخير صحه العافيه والكرم. السلام عليكم الخير الكم نورين ومشرفين على قناه سبيس تي في. زي ما شايفين دلوقتي انا هفتح معاكم 8 رير سبلاي دروب. عندي 8 رير سبلاي دروب وعندي 10 باندل وعندي مفروض فهنفتحهم النهارده مع بعض ونشوف ان شاء الله يطلع لنا فيهم ايه. هنعمل اوبن سبلاي دروب ناو. يس اوكي قشطه. مصلحه يا معلم. بص انا فاهمك ايه اللي حصل دلوقتي. انا دلوقتي اللي جيت فتحته ده سبكتر. ده مفروض زي حركه هو بيعملها لما بيجي يكسب، وده عباره عن كاموفلاج اسمه هابتك. نفتح اللي بعديه. نفتح اللي بعديه. تلاقي لنا واحده. طب كويس قشط عليك يا معلم. اديني البتنجان. ايه ده؟ بس ايه ده؟ بس انا عندي مفروض الكامو ده، الكامو ده ايبك مفروض عندي في عندي انا اصلا عندي الام الكامو ده. نفتح اللي بعديه. اوه اتنين رير يا معلم. لو ليه برضه زي حركه هوريها لكم في الاخر. وفي هنا هو كامو فلاش زي ما شايفين شكله جاحد جاحد للويفر. نفتح الاخير يا معلم. يا معلم ايه الحلاوه دي؟ يخرب بيتك مش ممكن، انت فشخت الواقع. عندي اتنين ليجندري وواحده رير. انتوا متخيلين؟ يعني دلوقتي الفيسبر عملت له كامو كده اهو ليجندري، وبعد كده السلاح كده زي بيستول فكيت له حته برضه بغيرها بليجندري. زي ما انتوا شايفين كامو ابن حرام ابن حرام دون رير. اوكي انا كده يا معلم فكيت ايه؟ فكيت دلوقتي الخمس باكيت خمس الباندل اللي هم الخمسه باندل اللي هم كان لازم يطلع لي فيهم حاجه رير ويطلع لي فيهم حاجات ليجندري وحاجات ايبك. دلوقتي هندخل على بات. قبل ما ندخل على الريورد الحاجات اللي هي الجامده دي، انا دلوقتي قدرت ان انا ابقى معايا 71 بوينت. بال 71 بوينت هفك دلوقتي حاجه لازم تطلع لي للريبر. الريبر ده اللي هو الروبوت. نفتحها دلوقتي مع بعض. نشتريها دلوقتي ب 60 ونشوف هيطلع لنا فيها ايه. قشط عليك يا معلم. اديني في الريبر الحته دي. الجزء ده اصلا البدله دي بتاعت الريبر لونها بصراحه هي لونها مش جامد، بس هي رير بالنسبه لي انا كده زي الفل. نيجي عند ال 10 باندل نفتحهم نشوف فيهم ايه. ما فيهاش اي كلام. حلوه. البدله دي اصلا بتاعت روبن. انا اصلا بالتالي مش عارف اذا كانت عندي ولا لا، بس شكلها جامد جدا. اوكي نفتح اللي بعديها معانا. والله حلو. بص زي ما شايفين الكامو ده يا جماعه بينور. انا هوريك كل ده بعد ما نخلص، يعني بعد ما نخلص فتح الباكجات كل ده هوريه لكم. تعبان اي كلام؟ اي كلام برضو؟ اوبا الباتر يا معلم. حته الدين وش ماسك ابن حرام. لازم نحط وش ده. نفتح اللي بعديه. بصراحه الامبلم اي كلام، تعبان قوي. حتى لو هي رير بس اي كلام تعبان. طب رير؟ اوه برضه نفس الحوار. لما تيجي بكسب بعمل حركه كده بايدي. طبعا زي ما انتم شايفين دلوقتي انا لابس الجلابيه. لابس الجلابيه كنت لازم اخلص صلاه العيد فقلت افتح باكجات. ما تاخرش اكتر من كده. اوبن بقى الباكج اللي بعديه. حته الدين كامو للريبر بنت حرمون اخضر. انا بعشق اللون الاخضر ده بعشقه. اوبن. يا لهوي يا لهوي يا بزبطي. اديني في العيب ولا حبك انا نلص. زي ما انتم شايفين دلوقتي انا فكيت راس لي راس لسيرف. انا بقى الناس كتير جدا عارفه ان انا بلعب كتير قوي بسيرف. جورجون يا معلم بتاعت كويك درو. لو انا استخدمت كويك درو حته من السلاح تتغير ويبقى شكلها كده زي ما انتم شايفين. نوماد اوكي بوتي تيم حلوه برضه، بس انا ما بلعبش بنوماد للاسف. اتنين ليجندري واحد رير. يا لهوي جورجون يا جماعه فكيت الاف ام جي دي حته كده في راس السلاح
انا دايما بستخدمها السلاح اللي تبين الجرجن بتاعي بقى فشيخ. انا احط الجرجن بتاعي هيبقى شكله من الاخر. وهنا بروفيت بعد ما بخلص بعمل حركه برضه نفس الحكايه بقوريها لكم. ده كام نفتح اللي بعديه يا معلم. السيف ده يا جماعه حاجه كده هي زي ميلي ويبن، ان في ناس بتتفشخ عشان يطلع لها السيف ده. انا فكيته وفكيت هنا كامو ايس ده برضو بينور انيميتي جامد قوي. اوه انا كده فاضل لي اتنين، كده فاضل لي اتنين، ها كده فاضل لي اتنين، كده فاضل لي اتنين يطلع لي في حاجه جامده يا رب. اللي بعديه اي كلام اي كلام. انت بيستعبط. بيستعبط والله بيستعبط. يلا نفتح اللي بعديه. كل ده وروركم، كل ده وروركم. قشطه قشطه اي كلام. يخرب بيت ام الماسك ده، ابن حرام جامد فشخ. زي ما شايفين الماسك ده بتاع بتاع السبكتر يا معلم. دلوقتي احنا عندنا حلين. الحل الاولاني ان احنا ممكن نفتح حاجات تانية للريبر، وحاجه تانية ان احنا نفتح الريورد. الريورد دي لازم يطلع لي فيها سلاح، فنخليها دي سسبنس في الاخر. ونفتح دلوقتي حاجه تانية للريبر يا معلم، لازم تلاقي لنا حاجه جواها بتاعت ايتم للريبر. يلا قشطه. اولع في نفسي ولا اعمل ايه؟ ايه الفكر ده؟ اتنين ايبك واحده رير؟ مش ممكن يا جماعه. اقسم انا اوريكم الكامو ده ابن حرام، والكامو ده فشيخ. نيجي بقى يا معلم عند اللحظه الحاسمه، اخر باكج. يلا واحد يا معلم. يا رب يطلع حاجه، يا رب يطلع سلاح حديدي، يا رب يطلع سلاح حديدي. مش ممكن، انا مش مصدق نفسي يا ربي، انا مش مصدق نفسي يا ربي. فكيت الاتش جي 40 ده سلاح ابن جامد جدا. التحدي دي سلاح فشيخ. ايه انت رايح فين؟ الفيديو خلص. بس احنا اللي اتفقنا عليه ما عملتوش. اللايك بتاعك بقى يا معلم، انت عارف اللي فيها. اشترك وسيب كومنت، قول لي على اللي انت عايز تقوله بقى، عجبك الفيديو ولا ما عجبكش. شيل اصحابك، حب قلبي وهبوسك.